أغلب اللي يتكلمون في تطوير الذات وتنمية المهارات يغفلون جانب مهم جدا، اللي هو تقوية الإيمان. تقوية الإيمان هو الأساس، تقوية الإيمان هو اللي ساعدنا في تحمل صدمات الحياة، تقوية الإيمان هو اللي عزز الثقة بأنفسنا. يغفلون هذا الجانب. يعني شوف تومبي مؤرخ بريطاني شو يقول؟ يقول الغرب يعاني من مشكلة كبيرة، وأوروبا تعاني من مشكلة كبيرة. ما هي المشكلة يا تومبي؟ قال الفقر الروحي. يعني شوفوا الإنسان يطور مهاراته، ينمي ذاته، وعنده فقر روحي وفقر إيماني، هذا ما رح يستفيد. ولذلك شوفوا وإحنا صغار كنا نحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عظيم جدا في تقوية الإيمان وتعزيز الثقة بالنفس. أن في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان رادف عبد الله بن عباس، وكان يعلم كلمات حتى يحفظها: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شوف يعني شوف التوجيه بأن الإنسان رقم واحد عند رب العالمين، سواء في تعامله مع الآخرين، في تعامله مع الذات، في وبالتالي تنمية المهارات وتقوية الذات تبدأ من قوة الإيمان. بعدين شوفوا القاعدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال له لو الأمة اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. شفتوا المنهج؟ إذن قوة الإيمان هو الطريق لتطوير الذات، قوة الإيمان هو الطريق لتنمية المواهب والقدرات. فإذن قوة الإيمان خلونا نركز عليها، وهي اللي تعطينا الثقة بالنفس، ولا نغفلها حتى لا نضعف ونقوي إرادتنا، وإيماننا ضعيف فنخسر الحياة ونخسر الآخرة.